حبينا العطور الغريبة والعطور المميزة. هذا العطر رائع جدا، انصدمت بجماله. طبعا هو توه نازل جديد، موجود نازل حصري في فرنسا وبوتيكات، يعني ما راح تلقونه في باقي الافرع. يهبل يهبل يهبل. أنا أحب العطر لما ترشونه التوب كوت شيء، ولما يبرد يصير شيء ثاني. هذا كل ما يبرد يصير أحلى وأحلى وأحلى. بالنسبة لي هذا العطر إبداع إبداع والله. أقول لكم الحين شنو مكوناته. تخيلوا، من مكوناته خشب الصندل، تفاح أخضر، ليمون، ورد، باتشولي. الكومبينيشن كله على بعض صدم حياتي.